نحاول بقى ما ننساش، لو قدرنا نعمل الحركه دي هتبقى حاجه ظريفه جدا مننا. كل واحد يشيل ازازتين ثلاثه أيوة. اربعه ميه موجودين نشيلهم في الفريزر، واحنا نازلين الشغل بقى نوزعهم على الناس اللي موجوده في الشارع اللي شغلها بيخليها تتعرض لساعات كتيره او لتعرض مباشر للشمس. لو قدرنا نعمل كده يا سلام بقى، ربنا هيهون علينا كتير. ده الخير كله، ده الخير كله فعلا لو عملنا كده. وكمان ناخد بالنا من الناس اللي في الشوارع فعلا، يعني ساعة ربنا كده يعين كل واحد بيتطلب عمله، ظروف عمله انه يقف في الشارع، سواء مثلا في عمل ميداني بيشتغل في حاجة معينة فبيقعد ساعات طويلة، خصوصا الساعات اللي احنا بنتكلم من 10 ل 3 اللي فيها أشعة شمس مباشرة. يعني يا رب يكون في عونهم جميعا، ويكون كمان دايما لينا كده احساس بيهم. فكره لطيفه جدا، ليه ما تلكش كده ازازتين ميه او ثلاثه معايا واوزعهم على اي حد موجود، وعلى قدر الامكان. طبعا نصيحه لكل من يتطلب عمله البقاء لساعات طويله في الشارع، انه يحاول كل شويه يروح في حته فيها ظله، ما يوقفش بشكل مباشر تحت اشعه الشمس عشان ما يبقاش فيه اضرار مباشره. خلينا كده حنينين على بعض يا رب. نحاول في ساعات الذروه لو بنحتاج حاجه معينه ما نحاولش نطلبها من الصيدليه او من المحل اللي جنبنا السوبر ماركت او غيره او ايا كان، نحاول نهون على بعض. مش احنا قاعدين في البيت وبعيد عن حراره الشمس، لكن بنطلب الحاجه توصلنا لغايه عندنا.